محمد وعلي محمد. هذا اخوي كان عنده نصف مال 00 اليوم 27/4/2016 اليوم الاربعاء، وهذا اخو عصام كان زيرو على اساس صار 10 ملايين. الله اكبر. خوش الاستان معجزه رويدا معجزه اشتكى جهيز نبي جايب كتاب او ابراهيم اي صفر مو اي صفر صفر بس هاي تو اي بتدا مليون بلا قوريها اصلا لا دكتور كان بس انا اي صفر بيكون من داري من داري فرمي ساعي تو يك زعي لازم كن اخوي قوري شي فايده وين استا هذا من داري دبي حتى مش راكني او صفر او اشفع زك دكتور كان دري وني او طب النبي اخو مال علينيا دم شاي دري ماشيني فلافل يا اخوي قوري قران قران او طب النبي سركت خوش استاد اوج معجزه قراني او راح ابدا يجي حفت عبد الله ثاني 2016. السلام عليكم حبيبي. كم سنه تراجع طبيب؟ والله صار 5 سنين تقريبا. كلها تطلع زيرو. ايوه حاجيت يمين ورحت طب ايش قال لك؟ بيت تعجبك؟ اي نعم. دكتور 10 درجه الله اكبر. دكتور تعجبك ما ماسك مدير وين هالكم؟ رمادي حلوين محترمين. وهذا هو معجزه القران. يا ايها الناس ارجعوا الى كتاب الله وسنه النبي ان شاء الله. باقي الطب النبي باذن الله، باقي حكم الاسلام باذن الله، العراق ان شاء الله عالم يحكم بشرع الله. وهذا هو نقطه صفر صار 10 ملايين. هذا فضل من الله وفضل من الطب النبي، وانا صرت السبب بسيط. هو الشافي هو الكافي والمعافي، وصلى الله على سيدنا محمد. اعطيني مصاري. او اي صفر صفر بودا مليون. او نشرب هذا وسي استاذ دكتور كان اقول له طب نازان اگر دكتور كان استابري اي صفرا مش يعني اوستي حتى معزش كي قراني بيروز باخوي غورتان دسبيرين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.